بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. وبعد، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الإمام وفق الدين ابن قدامة المقدسي في كتابه عمدة الفقه في باب كتاب القضاء، وهو فرض كفاية يلزم الإمام نصب من يكتفي به في القضاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين، أما بعد، فهذا الكتاب الذي هو كتاب القضاء من آخر كتب الفقه على الترتيب عند السادة الحنابلة، ويوافقهم في ذلك السادة الشافعية، ويختلف في الترتيب السادة الأحناف والمالكية. وأبواب الفقه كلها منتظمة في الكتاب، إلا كتابين اثنين نجد أن الفقهاء عادة يعزلونهما عن كتب الفقه لاستقلالهما في الموضوع، وهما كتاب المواريث وكتاب القضاء. الفقه كله الذي هو العلم بالأحكام الشرعية يندرج فيه كل ما هو حكم، ومن بينها أحكام النكاح وأحكام البيع وأحكام العبادات وأحكام الخصومات وأحكام الإرث، إلا أن الفقهاء دائما في الغالب يستلون هذين البابين، باب المواريث فيعزل ويصنف تصنيفا خاصا، وكتاب القضاء كذلك. لهذا قد يكون الإنسان عالما بالمواريث وليس بفقيه، وقد يكون قاضيا وليس بفقيه، واضح؟ فهذان البابان لهما أحكام خاصة، ونجد حتى في الترغيب في العلم في الفقه جملة: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وعندنا في الترغيب في هذين العلمين أحاديث خاصة، كما في البخاري ومسلم أن من الذين يغبطون ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها، أي القضاء، ورجل آتاه الله كذلك مسألة أو علما في القضاء في المواريث فهو يقضي به، وهو من العلوم التي ترفع في آخر الزمن. نحاول أننا نمشي مع المصنف فيما اقتصر عليه من ذكر الأحكام في كتاب القضاء. قلنا قد يكون الإنسان قاضيا ولا يكون إيش؟ فقيها. والسبب في ذلك هو أن القضاء هو فض المنازعة بين الخصوم، وهذا النوع من الفض كما يقول ابن سيرين يقوم على قاعدة واحدة: من أدركها فقد علم كتاب القضاء كله، وهي أن المدعي مطالب بالبينة والمدعى عليه مطالب باليمين إذا تعذرت البينة. فإذا ضبط الإنسان هذه القاعدة بان له وجه الحكم. إذن أين الإشكال؟ الإشكال في التمييز أين هما المدعي من أين من المدعى عليه، وهنا نكتة القضاء. فقد يأتيك الإنسان يطلب حقا وهو مدعي، وقد يأتيك الإنسان يطلب حقا وهو مدعى عليه، واضح؟ طيب، المصنف رحمه الله بدأ هذا
الكتاب القضاء بأمرين اثنين: حكم القضاء وتوليه وشروط القاضي. يقول الإمام الماوردي وهو كان قاضي قضاة: ويضاف إليه بابين اثنين، يعني المولي والمتولى والاختصاص والحكم. فكتاب القضاء في فهمه في التصور المنطقي فيه أربعة أركان: المولي والمتولى القاضي والاختصاص في الحكم النازلة والحكم الذي هو على من يكون. بدأ المصنف في الحكم الأول فقال: وهو فرض كفاية يلزم الإمام نصب من يكتفي به في القضاء. طيب، قال: وهو فرض كفاية يلزم الإمام. المولي أي الذي ينصب القاضي، وهو مين؟ وهو الإمام، لأن نذكر لكم قاعدة هذه نبه عليها العز بن عبد السلام في القواعد، وتابعه عليها الإمام القرافي في الفروق، وجاء بعدهم الإمام ابن القيم في الإعلام، وذكروها كلهم، ولكن الذي فتقها هو الإمام العز. النبي صلى الله عليه وسلم إذا نظر إلى تصرفاته التي تصرفها لا يحكم على تصرف من تصرف النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا علم الوظيفة التي منها خرج التصرف. إذا نظرنا إلى شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستقراء نجده أنه قد تقلد ثلاثة وظائف. فرسول الله كان هو الرسول المبلغ عن الله، وهي وظيفة إيش؟ النبوة. وكان الحاكم فهو رئيس الدولة، وكان القاضي. فولايات النبي صلى الله عليه وسلم التي تقلدها كم؟ ثلاث. وتصرف النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أمور وراجع إلى هذه المناصب. وينبغي للعالم ولطالب العلم أن يعرف كل حكم صدر عن رسول الله بأي وظيفة كان. فلما تصرف النبي صلى الله عليه وسلم بكونه رئيس دولة وهو الحاكم، لا ينبغي لأحد من الناس أن يأتي ويقول هذه سنة رسول الله. نقول لا، هذه تصرفها رسول الله لكونه إيش؟ لكونه الحاكم. فمثلا تجهيز الجيوش والمراسلات الدولية والمعاهدات، هذه من قام بها رسول الله، لكن قام بها لكونه إيش؟ لكونه رئيس دولة. واضح؟ طيب، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم فض منازعات بين عدة خصوم، لكن فضها بحكمه إيش؟ بكونه قاضيا. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الناس، والأمر العام فيه الذي هو إيش؟ الذي هو كونه رسولا وكونه مبلغا. طيب، نحتاج نعرف ما الفرق بين هذه. يقول الإمام القرافي رحمه الله: الأصل في رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رسول وأنه مبلغ، فكل ما صدر عنه بهذه الوظيفة، كل ما صدر عنه بهذه الوظيفة حكمه عام في كل الأشخاص وفي كل الأزمان، وما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم لكونه حاكما لا يجوز لأي أحد أن يفعل ذلك إلا إذا كان حاكما. إقامة الحدود هي للإمام وقد يعطيها للقاضي. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم الحد على شخص، لا يأتي إنسان يقول أنا أطبق السنة فأقيم الحد على الشخص، يقول لا، هذا فعلها رسول الله لكونه إيش؟ لكونه حاكما.
فما فعله رسول الله لكونه حاكما لابد أن يقتصر على الحاكم، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لكونه قاضيا لابد أن يناط فيه إلى الحكام، ومن فعل ذلك لابد أن يعاقب لافتياته على ذلك المقام. واضح؟ طيب، نذكر أمثلة وقع النزاع في الفقه بين الفقهاء، ومرد النزاع هو هذه الوظائف. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم عن مالك: من قتل قتيلا فله سلبه، من قتل قتيلا فله سلبه. أنتم تعرفون على أن في الجهاد الغنيمة لمن؟ الأنفال. أيوة، فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، فإن لله إيش؟ خمسه، وانتهت الآية. يقول أهل التفسير: وسكت عن أربعة أخماس، فإن لله خمسه. طيب، والأربعة أخماس ما ذكر هي لمن؟ اتفق العلماء على أن الأربعة أخماس هي للمقاتلين، تقسم بينهم. واضح؟ طيب، فإن لله خمسه وللرسول وذي القربى، أي يضعها رسول الله في هذه المصارف. يبقى الأربعة أخماس لمن؟ للمقاتلين. جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الغزوات وقال: من قتل قتيلا فله سلبه. ما معنى فله سلبه؟ أي من أتى ببينة على أنه قتل هذا الكافر الذي في المعركة، فكل ما يملكه هذا الرجل يأخذه من الذي قاتله. فهذا حكم إيش؟ هو مستثنى من الآية، لأن الآية تقتضي على أن الغنيمة مشترك فيها كل المقاتلين، وتقسم بينهم بالسوية، إلا إذا أثبت إنسان أنه قتل إنسان فيأخذ خاسر. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه، قالها رسول الله بأي وظيفة كان؟ الإمام الشافعي والإمام أحمد قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحكم لكونه مبلغا، فعليه في المذهب السادة الشافعية والحنابلة في كتاب الجهاد السلب يأخذه المقاتل في جميع الأزمان وفي جميع الأماكن، لأنه حكم إيش؟ حكم شرعي، بخلاف الإمام أبو حنيفة والإمام مالك قال لا، قاله النبي صلى الله عليه وسلم لكونه رئيس دولة. فلهذا من قتل قتيل لا يأخذ سلبه إلا إذا كان الإمام قالها، أما إذا لم يقلها الإمام فليس لهم ذلك. واضح؟ طيب، نضرب مثال آخر. في البخاري ومسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضاً ميتة فهي له. وسبق أن تكلمنا على هذا الكتاب الذي يسمى كتاب إحياء الموات، من أحيا أرضاً ميتة فهي له، فهذا ترغيب من الشرع من أجل إيش؟ من أجل إحياء الأرض. طيب، لما قال رسول الله من أحيا أرضاً ميتة فهي له، قالها بصفته إيش؟ السادة الشافعية والحنابلة قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضاً فهي له لكونه رسولاً ومبلغاً، فعليه عند الشافعية والحنابلة من أحيا أرضاً، أي شخص من أحيا أرض في أي زمان فهي له وفي أي مكان. الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال لا، تقطيع الأراضي هذا هو للحاكم، فقالها النبي صلى الله عليه وسلم لكونه حاكما، فأي إنسان أحيا أرضا ما نعطيه إياها إلا إذا كان خرج صك من الإمام يقول من أحيا أرضا فهي له. فلا يأتينا إنسان يقول انظر النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا فهي له وأبو حنيفة يخالف الحديث. لا، أبو حنيفة خالف فهمك أنت للحديث، وهذا توجيه نظر سديد. عندنا في المذهب المالكية، رغم أن الإمام مالك يقول بأن تصرف النبي صلى الله عليه وسلم هنا بكونه مبلغا، إلا المذهب عندنا أن تقسم الأراضي إلى قسمين، فالأراضي التي هي قريبة من العمران
الأراضي التي هي قريبة من العمران، هذه لا تحيى إلا بإذن الإمام، يقول فيها بقول الإمام أبي حنيفة. والأراضي البعيدة يقول فيها بقول الإمام الشافعي، وهو تفريق، وهو من باب المصلحة المرسلة في المذهب. وسئل الإمام مالك عن ذلك قال: لأن الأراضي القريبة من العمران يكثر فيها التنازع والخصومة، فلهذا لا درءا لهذا لابد أن يصدر الحاكم أمرا بذلك. أما الأراضي البعيدة والتي هي في الفلات فنأخذ بها بقول الشافعي، لأن الأصل فيها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مبلغ. واضح؟ طيب، نضرب مثال ثالث حتى تتضح الصورة. في البخاري ومسلم، هند لما أسلمت رضي الله عنها وعن أبيها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، في رواية مسلم رجل مسيك، لا يعطيني وولدي ما يكفيني، فهل آخذ من ماله؟ الآن امرأة راح تشكو زوجها، فقالت لأ، أبو سفيان إيش؟ رجل بخيل، ولكن هذا ماله، فهل ما أخذه أنا منه خفية لي ولأولادي يعتبر سرقة ولا لا يعتبر سرقة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. يخرج على هذه المسألة عندنا في الفقه مسألة تسمى مسألة الظفر. ما معنى مسألة الظفر؟ وهو إذا كان إنسان ظلم إنسان فأخذ مثلا غنمه، فهذا المظلوم وجد مالا لظالمه، فهل يأخذه عوضا عن ماله الذي أخذ منه؟ أن هذا الظالم لما أخذ 10 من الغنم صار هذا يطالبه حقا ب10، فإذا وجد مثلا سيارته ولا وجد إبله هل يجوز له أن يأخذ أم لا؟ هذه المسألة راجعة إلى فهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. جمهور الفقهاء السادة الحنفية والمالكية والحنابلة قالوا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف قاله لكونه قاضيا. المرأة راح تطالب بالنفقة، وسيأتينا من وظائف القاضي تحديد النفقة، فهي الآن جاءت مخاصمة لزوجها في النفقة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هنا إيش؟ قاضي. وبما أنه قاضي والقضاء أحكامه لا تتعدى، أي أنها خاصة بالقضية، فأي إنسان ظفر بماله عند من ظلمه لا يجوز له أن يأخذه، لأن هذا قضية عين حكم فيها رسول الله لكونه قاضي. يخالفنا الشافعي رحمه الله ويقول: لا، إن قول النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف هذا لكونه مبلغا، فهي قاعدة مضطردة. الشافعي، الجمهور حنفية والمالكية والحنابلة. الشافعي يقول: لا، هذا النبي صلى الله عليه وسلم قاله لكونه مبلغا، فكل من ظفر بحقه أخذه. الجمهور يقول: لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، وعندنا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. الشافعي قال: لا، هنا هند لو كان قضاء لاستدعى رسول الله أبا سفيان حتى يسمع منه، لأن شرط القضاء أن يسمع من الطرفين. جاءت في بعض الرواية أن أبا سفيان كان موجود وقال لها: أما الرطب فخذي، أما المال فلا. طيب، هذه المقدمة كلها تنبني لأننا الآن خرجنا من كتاب الفقه وهو صفة رسول الله مبلغا إلى مسألة إيش؟ مسألة القضاء، وهي أن ما ستدرس من أحكام هنا خاصة بإيش؟ بالقاضي. واضح؟ طيب، نرجع إلى القواعد التي قلناها ينبني عليها الكتاب: المولي وهو السلطان، والمولى وهو القاضي، والعمل والاختصاص. طيب، المولي السلطان، والسلطان عندنا عام وخاص، أما العام فهو الحاكم، والأصل في القضاء أن يتولاه الحاكم، لكن لكثرة المناصب جاز أن ينيب غيره، فلهذا القاضي هو نائب عن الإمام. القاضي ليس مستقلا بذاته، مثل الإمامة في الصلاة. الإمامة في الصلاة هي لمن؟ هي للإمام الأكبر،
فالإمام الراتب هو نائب عليه، لهذا لا يفتات على مقام الإمامة. إذا الإمام كان موجود هو أعلم بإقامة الصلاة وأعلم بأي شيء يقع في المسجد، فلهذا لا يفتات على مقامه، واضح؟ فالافتيات عليه هو افتيات على الإمام الأكبر. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرنا في التأمير قال: من أطاع أميري فقد أطاعني، الحديث في مسلم، ومن أطاعني فقد أطاع الله. فكذلك القاضي إطاعته من إطاعة الحاكم وعصيانه من عصيان الحاكم. طيب، هذا إذا كان العام. أما الخاص فقالوا هو القاضي إذا كبر عنده المكان وفيه مثلا في البادية ولا يستطيع أن يتولاها هنا، فيجوز له أن يولي قاض آخر ينظر في تلك المسائل، واضح؟ فهذه في مسألة المولي. أما المولى وهو القاضي الذي نتكلم عليه هنا، طيب، يلزم على الإمام أن يولي إيش؟ أن يولي في الناس من يقوم على حل خصومهم، لأن السكنى والتخالط هو مدعاة لإيش؟ مدعاة للنزاع، وحسم مادة النزاع مقصد شرعي، حسم مادة النزاع مقصد شرعي. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: والله لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أفشوا السلام بينكم. ديننا دين سلام، ونشر السلام من مقاصد الشرع. أنت تقول هي مقصد هو دخول الجنة الذي هو مقصدنا كله مرتب على هذا السلام، فلهذا الإنسان لا يستهين به لا ردا ولا قولا. وجعل من علامات الساعة وهي التي نراها الآن أن يكون السلام على من تعرف. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نصح الرجل كما في البخاري قال: سلم على من تعرف وعلى من لا تعرف. وهذا شعار المؤمنين، إفشاء إيش؟ إفشاء السلام، وبه يقع التحاب. وإذا وقع التحاب فضت المنازعات، وإذا فضت المنازعات كان سببا في دخول الجنة. وتلاحى رجلان عند رسول الله فرفع أكبر خير على أمة محمد، وهو إيش؟ وهو ليلة القدر. فإذا تلاحت الأمم وإذا تلاحت الشعوب كم من خير يحجب عن هذه الأمة. فهذا مقصد إيش؟ مقصد شرعي لا بد الاهتمام به، ويبدأ من هذه، لأن أنت لا تسلم على أحد إلا إذا كان فيك كبر وأنت قد سترته. ومن سلم عليك ولو كان قاتل أبيك إلا أنقص جزءا من عداوته لك. فإفشاء السلام هذا من صفات المؤمن، على من تعرف وعلى من لا تعرف. طيب، قال: يجب على الإمام أن يتولى إيش؟ أن يولي القاضي. طيب، إذا تكلمنا على الإمام وتكلمنا على إيش؟ على القاضي. يحتاج نتكلم على الركنين بعجالة حتى نرجع إلى صلب الموضوع. الركنان ما هما؟ الاختصاص. الاختصاص عند العلماء في كتاب القضاء هو قسمين: اختصاص عام واختصاص خاص. العام هو أن يولي الإمام القاضي بالنظر في جميع أمور القضاء، وهذا يجوز بل هو الأصل. وعندنا الاختصاص الخاص هو أن يولي القاضي بأن يحكم في البيوع فقط أو في المناكحات فقط. وهذا الآن المحاكم الآن سواء الاتحادية ولا المحاكم المحلية قائمة على هذا، فيه القاضي العام وفيه قاضي صاحب الاختصاص، يعني هذا خص في هذا، واضح؟ طيب، هذا في الاختصاص. وعندنا في مسألة إيش؟ في مسألة العمل. مسألة العمل هي ثلاثة: أن يوليه على قوم معينين، أو يوليه في أيام معينة، أو يوليه في محلة معينة. يقول: أنت قاض على القبيلة الفلانية فلا ينفذ حكمه على غيرهم. يقول: أنت قاضي لكن تقضي بين الناس فقط في يوم السبت والأحد، أما بقية الأيام فنولي قاض آخر.
واضح؟ يقول له أنت قاضي لكن في المنطقة الفلانية جزء من الشارقة، واضح؟ فهذا كله داخل معنا في مسألة إيش؟ في مسألة التولي في القضاء، وهذا كله إيش؟ كله جائز، واضح؟ نرجع إلى لب المسألة وهو مين؟ وهو القاضي. قال المصنف: ويجب على من يصلح له إذا طلب منه. لا لا، اقرأ أول الكلمة. وهو فرض كفاية يلزم الإمام نصب من يكتفي به في القضاء، ويجب على من يصلح له إذا طلب منه ولم يوجد غيره الإجابة إليه. طيب، قلنا الإمام يلزم بأن ينصب إيش؟ ينصب القاضي. طيب، نعكس المسألة، ما هو حكم القاضي في تولي القضاء؟ أولاً، لا يتولى القضاء إلا من هو أهل، وسوف نتكلم ما هي الأهلية. إذا وجد من هو أهل للقضاء بتوفر الشروط فيه، فما هو حكم تولي القضاء له؟ قال العلماء: إما أن يكون من وجدت فيه الشروط، إما أن يكون واحداً أو مجموعة. فإذا كان واحداً فإنه لا يجب عليه تولي القضاء إلا إذا طلب، إذا طلب منه ولا يوجد غيره وهو أهل للقضاء صار في حكمه الوجوب اتفاقاً. واضح؟ طيب، أما إذا كانوا جماعة، إذا كانوا جماعة فهنا يأتينا مسألة الحكم. الأفضل والأصل عدم التولي، ويصير في الجماعة ككل بما أنهم صالحين له، كما قال فرض كفاية. فتولي القضاء واجب على الإمام في أن يولي، واجب، لأن بهذا ترفع المنازعات. وأما الذين توفرت فيهم شروط القضاء هل يلزمون؟ الإلزام في مرحلة واحدة بس، وهي إذا كان واحداً وطلب منه، حتى إذا لم يطلب منه لا يلزمه حتى أن يقول أنا أهل لذلك. إذا انفرد وطلب منه لزم أن يجيب. إذا كانوا جماعة وكلهم أكفاء فالحكم ما هو الحكم الشرعي؟ هو فرض كفاية. ما معنى فرض الكفاية؟ إذا قام به البعض سقط عنه. هو فروض الكفاية هو الواجبات التي طلبها الشرع إقامة بغض النظر عن قائمها. فروض الكفاية هي الواجبات التي طلبها الشرع أو أراد الشرع تحصيل الفعل وسكت عن مين؟ عن الفاعل. الشرع قال لابد ألا تكون خصومة، مين اللي يفضها؟ ما عندي مشكل. الشرع قال أن إذا وقع غريق يجب إنقاذه، من الذي ينقذه على من؟ ليس من اختصاصي، الاختصاص هو أن ينقذ الغريق، ما هو ذا الاختصاص؟ لكن إذا ما نقذ الغريق كل الناس أثمت لأن الفعل ما تحقق، واضح؟ طيب، فإذا متى يجب القضاء وجوبا؟ إذا كان أهلا وانفرد وطلب منه. أما إذا لم ينفرد ولم يطلب منه فيبقى أن في دائرة إيش؟ في دائرة الفرض، فرض الكفاية. طيب، قال المصنف: وهو فرض كفاية يلزم الإمام نصب من يكتفي به في القضاء، ويجب على من يصلح له إذا طلب منه. لاحظتها هي المسألة نبه عنها الشيخ، قال ويجب على من يصلح له، على من يصلح إذا طلب منه. إذا هنا الشرط، أما إذا لم يطلب وهو يصلح لا يجب عليه، بل الفرار أولى. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث قال: القضاة ثلاث، قاض علم الحق فعمل به فهو في الجنة، وقاض علم الحق فلم يعمل به فهو في النار، وقاض لم يعلم الحق سواء عمل أو لم يعمل، لأنه مجرد، لأن الجاهل حكمه بجهله ولو أصاب فهو جهل. فإذا جعلنا النسبة، كم نسبة القضاة في النار؟ النسبة المئوية ثلثين. فلهذا بما أن العدد زاد تكون السلامة لا يعدلها أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لقال يؤجر. لا، إذا عمل، هو قلنا بأنها من هذه من الصفات المحمودة، إذا كان رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها. يا داود إنا جعلناك
خليفة في الأرض فاحكم بين الناس، والله سبحانه وتعالى أمر نبيه بأن يحكم بين الناس بما أراه الله، واضح؟ لكن ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الإمارة بشكل عام قال أنك إذا طلبتها وكلت إليها، أما إذا هي طلبت منك أعنت عليها، فالقضاء كذلك، فكل من لم يرده وفرض عليه تجده موفق مسدد، وكل من سعى له إلا أن يلطف الله به، واضح؟ طيب، قال المصنف: ويجب على من يصلح له إذا طلب منه ولم يوجد غيره الإجابة إليه. نفس الشروط، إذا طلب منه ولم يوجد غيره، أي إن أنه انفرض، فلا يجب القضاء إلا في هذه الصورة. أما إذا تخلف أحد الشرطين كأن يوجد غيره أو لم يطلب منه فلا يجب عليه التولي. نعم. وإن وجد غيره فالأفضل تركه. لاحظت هذا الذي قلنا له، الأولى السلامة، فإن وجد غيره فالأولى ألا يطلب، وإذا عرض أن يتولى غيره أولى، لأن السلامة لا يعدلها شيء. نعم سيدي. ومن شروطه أن يكون رجلاً حراً مسلماً سميعاً بصيراً متكلماً عدلاً عالماً. طيب، الآن بدأ المصنف في ذكر شروط القاضي بعدما بيّن الحكم وبيّن الاختصاص وبيّن التولي، جاء إلى من هو القاضي الذي قلنا إذا وجد، ذكر هنا ستة شروط. الشرط الأول يقول العلماء أن يكون كاملا في نفسه، القاضي لابد أن يكون كاملا في نفسه، والكمال قسمين: كمال حكم وكمال خلق. كمال الحكم وهو أن يكون حكمه إيش؟ كاملا. وحكم الكامل مين؟ العاقل البالغ، لأن المجنون والصبي حكمه ليس بنافذ، فإذا هذا عندنا شرطان في الكمال، أن يكون إيش؟ عاقلا بالغا. وأما في كمال خلقه فهي ثلاثة: أن يكون سميعا يعني سالم السمع وسالم البصر وسالم الكلام، لأن هذه حواس بها يفهم عن الغير، والقضاء هو إيصال الحق إلى الغير، ولا يمكن أن توصل إلى الغير بأن تسمع مطلبه إلا إذا كنت متكلما سميعا مبصرا، وهذا شروط باتفاق، وكونه سميعا مبصرا متكلما، واضح؟ طيب، اقرأ شيخ. ومن شروطه أن يكون رجلا حرا مسلما سميعا بصيرا متكلما. سميعا بصيرا متكلما عدلا عالما. طيب، هذه الثلاثة ذكرناها في الشرط الأول الذي هو الكمال، سنذكرها الآن. نبدأ أولا بدأنا بالكمال الخلق، بالكمال، ثم بدأ المصنف يعدد البقية. قال أن يكون أولا إيش؟ حراً. أولاً أن يكون رجلاً، صح؟ رجلاً، نعم. أن يكون رجلاً، فيخرج ميش إيش يخرج؟ تخرج المرأة. طيب، لا، الصبي أخرجناه في الكمال، أما هنا نخرج إيش؟ نخرج المرأة. المرأة لا تتولى القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يولى قضاة كثيراً، ولم يولي فيهم إيش؟ امرأة. والولاية، القضاء ولاية، وشرط الولاية الذكورية، سبق أن نبهنا على هذه المسألة، وهي على أن كل الولايات لم تذكر المرأة إلا في ولاية واحدة، وهي ولاية الحضانة، وصرفها إلى النساء أليقوا لأنهن في الأمور أشفقوا، لم تقدم المرأة إلا هنا في مسألة إيش؟ الحضانة. أما بقية الولايات فلم تذكر. طيب، هذا الذي قاله جمهور الفقهاء، وهم السادة المالكية والشافعية والحنابلة، قولا واحدا على أن المرأة لا تتولى، إلا السادة الحنفية قالوا يجوز بتولي المرأة في القضاء في الأمور التي يجوز لها فيها أن تشهد، لأن الشهادة نوع حكم، فأنت لما تشهد على فلان سينبني على شهادتك الحكم عليه، وبما أن المرأة لها مدخل في إيش؟ في الشهادة، فكل ما جاز لها أن تشهد فيه
جاز لها أن تحكم فيه. وأين تشهد المرأة؟ تشهد في كل شيء ما عدا الحدود والقصاص. فلهذا يجوز عند الحنفية أن تتولى المرأة في ما عدا هذه إيش؟ عدا هذه المناصب. وذهب ابن جرير الطبري رحمه الله إلى جواز التولي مطلقا، وهو ما تأخذ به الآن القوانين العربية كلها في جواز تولي المرأة القضاء. ولكن قلنا ما قاله الجمهور أولى، لأن هذه ولاية، والولاية تحتاج إلى كمال، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حكم بأنهن ناقصات عقل ودين. والنقص هذا ليس عيب، لأن بعض النقص هو كمال، وهذا من خلق الله سبحانه وتعالى. بعض النقص عيب، يعني أنت تتصور لو كانت المرأة مثل الرجل كيف تعاشر؟ ما يمكن، سبحان الله. فلهذا التكامل والزوجية هذه من باب تكامل. طيب الشرط الأول، الشرط الثاني شيخ. ومن شروطه أن يكون رجلا حرا. أن يكون رجلا حرا، اتفقوا على أن الحر الحرية شرطه. لماذا؟ لأن القضاء ولاية، والحر ليست له ولاية على نفسه، فكيف يتولى على الآخرين؟ ليس العبد. ويقولون في النحاة، يقولون إذا فهم المعنى في لغة العربي جاز اللحن. فيجوز كما يقول سيبويه أن تقول خرق المسمار الثوب، وتقول كسر الزجاج الحجر، الزجاج الحجرة. الأصل في الفاعل أن يكون مرفوع، والمفعول به يكون منصوب، لأن هذا فاعل لابد أن واضح. إلا إذا فهم المعنى، الثوب خرقه المسمار ارفعه وانصب مثل ما تريد. والرفع والنصب للفاعل والمفعول يقدمان ويؤخران على مثل ما يريد المتكلم. تقول مثلا ضرب زيد عمرا، ولا تقول ضرب زيدا عمر، لأن الضم والنصب تبين الفاعل من المفعول به، فلا حرج عندنا في إيش؟ في التقديم والتأخير، إلا إذا تعطلت الحركات. إلا إذا تعطلت الحركات وجب تقديم الفاعل وتأخيره، كأن تقول ضرب عيسى موسى. ضرب عيسى، ما ممكن تقول عيسو ولا موسو، ممنوع من الصرف. فلهذا يجب أن تقدم ويكون الفاعل هو الأول. واضح؟ طيب واصل يا شيخ. أن يكون رجلا حرا مسلما. مسلما يخرج عندنا إيش؟ يخرج عندنا الكافر، والكافر ليس له ولاية، فكيف يتولى الحكم على المسلمين؟ وهذا كذلك اتفاقا. واصل. سميعا بصيرا متكلما، هذا الذي قلنا فيه كمال الخلق. عدلا عالما. عدلا يخرج معنا إيش؟ يخرج معنا الفاسق، ولا يخرج معنا الكافر، لأنه ذكر إيش من قبل. والقاضي ينبني يؤدي الأمانة والحق إلى صاحبه، والفاسق متهم في ديانته، وهذا الاتهام يخرق فيه أن يكون أمينا في التأدية، فلهذا إيش؟ لا يقبل. وبما أنه لا تقبل شهادته، فمن باب أولى أن لا يقبل حكمه. أيوة شيخ. متكلما عدلا عالما. طيب عدلا إيش؟ عالما، وهو أن يكون عالما بإيش؟ بأحكام الشريعة التي يريد أن يحكم فيها، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، والجاهل لا يتأتى منه حكم على نفسه، فكيف يحكم على إيش؟ على غيره. أيوة شيخ. ولا يجوز له أن يقبل رشوة ولا هدية. طيب هنا المصنف لما ذكر الشروط بدأ يذكر المحظورات التي هي من أساس إيش؟ من أساس الحكم التي تقومه. قال ولا يجوز له أن يقبل رشوة ولا هدية. الرشوة هي التي ترشي، ويقول شيء رشى، وهو إذا لم يصر قائما على حد ذاته. والرشا في تعريف الشرع هو كل مال أو كل منفعة دفعت من أجل إبطال حق أو إحقاق باطل مطلقا، هذه الرشوة. وهي إيش؟ كل منفعة قوبلت بإيش؟ دفع حق أو إحقاق باطل.
فالرشوة إذا كانت هكذا هي محرمة على القاضي وعلى غيره، ففي جميع الولايات إذا دخلت هذه فهي محرمة اتفاقا، بل هي من الكبائر، لأن فيها إيش؟ لأن فيها أخذ مال وظلم، فيها إيش؟ جمعت بين ظلم نفس وظلم الغير، وهذا باتفاق. أيوة. ولا يجوز له أن يقبل رشوة ولا هدية ممن لم يكن يهديه إليه. طيب، هنا دائما عندنا الإشكالية، فيه رشوة وفيه إيش؟ هدية. الرشوة سدها المصنف والشرع، قال ولا يجوز له أن يقبل. أما لما جاء إلى الهدية فقاله إيش؟ ولا يجوز إلا لمن كان يهدي له من قبل. الهدية هي المال الذي يؤخذ من أجل التودد، وهي مرغبة فيها عندنا في الشرع، لأنه تهاد تحاب، فهي مبنية على غير مصلحة إلا مصلحة التودد. فالقاضي لما منع من الرشوة منع من الهدية احتياطا. لماذا؟ لأنه هو محل أنظار ومحل رفع الخصومة إليه، فلا يسلم إذا قبل الهدية أنه يجور في الحكم على من قدم له أو على الآخر. وأكبر مذهب متشدد فيها هو مذهب الشافعية، تشددوا في قبولها حتى ولو كان يهدى له من قبل، لأنه باب لابد أن يسد. المصنف وجمهور الفقهاء اللي هم الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة يقولون على أن الذي كان يهدي للقاضي قبل توليه المنصب كرحم أو جار، فإذا تولى القضاء لا حرج في ذلك، لأن هذه من تلك. لكن لابد له من شرطين نضيفها، شرطين: أن تكون من جنس ما كان يهدى من قبل، يعني من قبل كان يهدي له البطيخ ولما تولى صار يهدي له الحرير، هذه هي هدية إيش يعني. أيوة. والأمر الثاني ألا يكون أحد الأطراف. أما إذا لم يكن يهدي من قبل هذا لا تقبل هديته مطلقا، فيبقى معنا إيش؟ يبقى معنا هدية البعيد. ما معنى البعيد؟ وهو الذي ليس تحت نفاذ حكمه، يعني هو قاض في الشارقة فأهدى له رجل من السعودية، فهذا بعد، لأن الآخر لا تطوله أحكام هذا القاضي، واضح؟ فالباب فيها إيش؟ ومع هذا قال الإمام الماوردي ويندب ألا يأخذ حتى من البعيد، يسد هذا الباب، واضح؟ لماذا؟ لأن يقول الحسن البصري رحمه الله قال إنني أدخل في الصلاة وإن الرجل ليعدلني فأحسبها له فضل علي، بس مجرد الرجل يسويني في الصلاة أرى بأن لهذا حق علي، واضح؟ فكيف بإيش؟ فكيف بمن أهدى لك هذه الهدية؟ نعم. ولا يجوز له أن يقبل رشوة ولا هدية ممن لم يكن يهديه إليه ولا الحكم قبل معرفة الحق. وصل. فإن أشكل عليه شاور فيه أهل العلم والأمانة. طيب، هذه مسألة رتبها الشيخ على العلم، هو اشترط أن يكون عالما، فإذا قوله هنا ولا أن يحكم قبل أن يعلم، لأنه هنا تخلف فيه ذلك الشرط، واضح؟ أعيد الجملة. ولا الحكم قبل معرفة الحق. ولا الحكم قبل معرفة الحق. طيب، ما هو اشترط أن يكون إيش؟ اشترط أن يكون عالما، ولكن هنا ساق هذه الجملة حتى يبني عليها مسألة المشاورة، لأن المسائل ثلاثة: مسألة علمت فيحكم فيها، ومسألة لم تعلم فهذه إيش؟ لا يحكم فيها الذي قالها، لكنها هي لا تخرج عن عدم الحكم، فماذا؟ لابد أن يعلم فيها، والعلم فيها أن يكون عن طريق إيش؟ عن طريق المشاورة، وبالمشاورة ليس تقليدا للمشاور وإنما علم مأخذ المشاور، فيكون علمه فيها إيش؟ ليس تقليدا وإنما علم على بينة، واضح؟
فلهذا ما علمه حكم به، وما تردد فيه كنازلة واقعة أو مسألة يريد أن التبست عليه فماذا يفعل؟ فلا بد أن يشاور، ويشاور من؟ قال المصنف أهل العلم والأمانة. قال العلماء المشاور كالمفتي، فكل شروط المفتي هو المؤتمن في الشروط، لأن المفتي أن يكون عالما، فالمؤتمن فالمشاور عالم. المفتي يجوز أن يكون امرأة، يجوز أن يكون عبدا، واضح؟ فكل شروط المفتي هي شروط إيش؟ شروط المشاور، وليس شروط المشاور شروط القاضي، بل هي إيش؟ هي أدنى. لماذا؟ لأن المشاور هو إبداء رأي وليس إلزام، فالإلزام يحتاج إلى إيش؟ إلى قوة، وهي ولاية القاضي، واضح؟ فالمشاور الذي يشاوره الإمام قال اشترط 2، أن يكون عالما، ثم أضاف إليها إيش؟ الأمانة التي هي العدالة. ولا يحكم وهو غضبان. طيب، ولا يحكم وهو غضبان، هذه من المكملات، وهذا حديث صحيح عن رسول الله قال لا يقضي القاضي وهو غضبان. قال العلماء ذكر الغضب هو صفة عارضة، لا للغضب فقط، وإنما لما يتولد عن الغضب، وهو تشويش الذهن وعدم التركيز. فقال علماؤنا كل ما يشوش على الذهن يجب الابتعاد عنه، ككثرة الضحك، كثرة الحزن، كالجوع. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي الرجل وهو يدفع الأخبتان، لأنه مضطرب. فالقاضي الذي هو الحكم بين الناس في النازلة من باب أولى، فكل ما يشوش على القاضي يجب عليه إيش؟ أن ألا يحكم في تلك الحالة، كأن يكون في حزن أو يكون في هم، فكل هذه. فالغضب ليس لذاته، وإنما إيش؟ وإنما التنبيه. طيب، لماذا ذكر رسول الله الغضب؟ لأن في مسألة كما قال الإمام مالك، قال إن المخاصم رجل سوء، أصحاب الخصومة، إلا أن يتطاول أحد على أحد كلاما أو رفع صوت، قد يتطاول على القاضي، فهذه كلها مورثات إيش؟ مورثات الغضب. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وصلت إلى هنا أنت لا تحكم، واضح؟ هذا هو سر التنبيه على مسألة الغضب. واصل. ولا يحكم وهو غضبان ولا في حال يمنع استيفاء الرأي، وهذا الذي نصه المصنف، ولا في حال يمنع استيفاء إيش؟ الرأي والنظر إلى المسألة بكلية. نعم. ولا يتخذ في مجلس الحكم بوابا، ولا يتخذ في مجلس الحكم بوابا. سبحان الله، لما تقرؤون في كتب القضاء لإذا تولى القاضي أول واجب على القاضي النظر في الحجاب. كان الشيخ الشنقيطي في المدينة يقول لنا سبحان الله، قال لنا أنت إذا ذهبت إلى مؤسسة ما يحتاج تعرف المدير، يعرف غير البواب، لأن المدير قد يكون من أطيب خلق الله، لكن البواب يقول لك مشغول، يعني لأنه هو الذي يحجز. وسبحان الله، كثير من الناس هذا ديدنهم، فالآخر ما يظن أن الناس تحجب عنه بوجود هذا، وإذا كان يعرفك أدخلك عليه وقال يا شيخ يوجد فلان وكذا، فالبواب هو الحاكم. فلهذا القاضي لابد ألا يتخذ إيش؟ ألا يتخذ بوابا. وسبحان الله، يقول الماوردي وقال بعض علمائنا في هذا الزمان لكثرة الناس والتهارج وعدم الاستيفاء، لا حرج أن يتخذ من ينظم، وهذا الذي نسميه الآن سكرتير، هو ليس بحاجب، وإنما هو إيش؟ منظم مواعيد، واضح؟ ولكن ومع هذا ينبغي لمن كان مسؤولا وله أحد من هذا أن أذكر مرة زرنا مدير جامعة الشارقة، وكان رجلا فاضلا، البشري، دكتور البشري، ولما وصلنا عنده أردنا ندخل عليه، فقال السكرتير مشغول، وكان معنا الأمين العام للمنتدى، فقال له قل له فلان، قال لكن هو مشغول. طيب أنت قل له حتى ننتظر أم لا؟ فهو هذا السكرتير ما يعرف الأمين العام، فما أراد،
ثم أرد قال خلاص الآن ممكن مشغول سنذهب. فقلت له أنا هل أسأله هل هو قال له بأننا موجودين؟ إذا قلنا موجودين وهو مشغول معذور لأن نحن جئنا من غير موعد، لكن على الأقل يعرف أن جاء. فلما أخبره قال له فلان من المنتدى الأمين العام إذا به يفتح الباب وهو يأتي عندنا. فإذا الحاجب هذا يعني لو ما ينتبه إليه من وضعه يعني سوف يسد وقد يكون الذي في الداخل من أفضل خلق الله ولا يرد أحدا. فلهذا عندنا في القضاء أول ما ينتبه إليه القاضي هو مين؟ هو الحاجب. واضح؟ لهذا قالك ولا يتخذ حاجبا لأنه قد يرد المظلوم، وخاصة إذا كان منكسرا وكانت ليست له حجة. واضح؟ وقد يقدم غيره عليه. فمن هذا الباب قال المصنف ذلك. واصل؟ طولنا عليكم، سامحونا للبقية. ويجب العدل بين الخصمين في الدخول عليه والمجلس والخطاب. انتهى؟ إيه؟ طيب، قال ويجب المساواة بين الخصوم، يعني إذا دخل الخصمان لا يدخل أحدهما قبل الآخر، فالتسوية في الدخول وفي المجلس وفي النظر وفي الانصراف، يدخلون مع بعض ويخرجون مع بعض ويتكلمون بالإذن. المدعي هو دائما يتكلم، المدعي دائما يتكلم أولا ثم المدعي يسمع عليه، ولا يحد بصره إلى أحد دون الآخر. واضح؟ لأن أنتم تعرفون أن حركات الوجه هي حاكمة، فأنت تمشي إلى الرجل فتسلم عليه فلا تجد من وجهه طلاقة فما تريد تكلمه وقد ينبسط إليك. فلهذا حتى تقاسم الوجه هي حاكمة، فالقاضي لابد ألا يميز أحد عن الآخر. قد أنت تكلم الرجل وهو واضع رأسه في الأرض ما يريدك تكلمه إن كنت صاحب إشارة، والحر بالإشارة يفهم. واضح؟ فلهذا القاضي حتى لا، لأن المظلوم إذا أحس هو أصلا لضعفه ظلم، فإذا أحس أي إشارة ممكن أنه لا يستطيع أن يبين عن حقه. فلهذا القاضي ينبغي عليه أن يساوي بين الخصوم دخولا وخروجا ومجلسا ونظرا. وبهذا القدر كفاية. صلوات ربي وسلامه على سيدنا محمد.